هكذا عالجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مئات الآلاف من استمارات الترشح لرئاسية 12 ديسمبر. أزيد من 150 موظفاً اعتكفوا هنا لعدة أيام بقاعة العمليات هذه للتمحيص والتدقيق في الاستمارات. عامل بشري كان تحت رقابة عدسات الكاميرا، منعوا حتى من استخدام الهاتف تجنباً لأي تسريبات. كانت بعد ما تكون العملية تاع المرشح يجيب كل الملفات نتاعو والاستمارات نتاعو تمر على اللجنة القانونية اللي كانت تدرس الملفات، وبعدين تهبط الاستمارة. قوم العمال اللي كانوا موجودون هنا أكثر من 150 شخص دو سيزي كانوا يقدروا يدخلوا كل المعلومات الموجودة داخل الاستمارات. وفي هذه الأجهزة احنا اللي هنا حطينا دي بروغرام سبيسيال، أي اسم يكون يخرج في استمارة واحدة يكون يخرج في الاستمارة الثانية أو أي مرشح ثاني مباشرة البروغرام ينديكيه هنا. كما تم تجهيز هذه قاعة العمليات بكاميرات في كل الزوايا لكي نقضي نهائيا على تسريب أي معلومة، ما باش ما يقول حتى واحد بأنه الاستمارة عقبت ولا ما عقبتش دي فوا ولا عقبت تروا فوا. درناهم أجهزة مراقبة تامة ناهيك على أن كل شخص كان موجود في هذه الغرفة ممنوع عليه منع باتاً أنه يستخدم الهاتف النقال. موظفون من كل القطاعات مرت عليهم استمارة 23 راغباً في الترشح، ليكون القرار في الأخير قبول 5 مترشحين مع إقصاء 18 آخرين. في وقت جاء واجز الحقنا وين خدمنا 14 ساعة في 24 ساعة. العمال سخروا من جميع القطاعات بدون استثناء، جميع القطاعات راهي ممثلة في هنا في هذه قاعة العمليات. مراحل يدوية وأخرى آلية للمعالجة والتدقيق في صحة الاستمارات، عملية قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها جرت في نزاهة تامة.